مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، نجدد لكم التحيه والترحيب في هذه الانطلاقات، شوطنا الثانيه الخاص بالسودانيات، الشوط الاول الخاص بالزمول. مشاهدينا الكرام تعلن انطلاقه قبل لحظات، متابعينا الكرام الشوط الرئيسي شوط الزمول السودانيات، نتابع هذه الانطلاقه، نتابع هذا الحضور الجماهيري الكبير العاشق المتابع لهذه السلالة، سلالة الهجن السودانية. هنا أيضا اللجنة المنظمة لها جزيل الشكر والعرفان، أيضا من وضعت هذه الأشواط الخاصة بهذه الهجن في هذه المشاركة هنا على أرضية ميدان الشحانية. مشاهدين الكرام نتابع هذه الانطلاقة ونسير مع هذه الانطلاقة، وتابع أول المراكز، وتابع السبع هنا على أول المراكز، حمد بن محمد بن جابر العاض المري هنا مع أول المراكز، ثاني المراكز مغادر وابن العاض أيضا يقدم أشعاره في هذا الشوط بهذه الاسمين القوية المتقدمة في هذا الانطلاق مع أول المراكز وثاني المراكز، أيضا مغادر لجابر بن محمد بن جابر العاض المري مع انطلاقة السبع ومغادر في هذا الانطلاق الأول والبداية الأولى. ثاني المراكز أو ثالث الأسماء وصل الزعفران لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن احمد الثاني سالم بن محمد الفيد المري، هنا يتابع في عملية التضمير. رابع المراكز مشاهدينا الكرام وصل مليح راشد بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي القادم والمنطلق مع رابع المراكز. خامس الاسماء مشاهدينا الكرام وتابع وتأخر قليلا هناك مع خامس المراكز. نتابع مشاهدينا الكرام واختتم النداء مع خامس المراكز في هذه اللحظات، هناك القادم الفايز لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن احمد الثاني سالم بن محمد الفهيد المري من يتابع في عملية التضمير. خمسة مراكز مشاهدينا متابعينا الكرام اذعناها على مسامعكم، نداءنا الاول لهذا الشوط، الشوط المفتوح الخاص بالزمول السودانية، فحول ايضا المستقبل بنوك الانتاج، الله يا ابن العاض هنا ايضا يتقدم في هذا الشوط، يعشق هذه السلالة، يتابع ايضا هذا الانطلاق هناك مع السبع حمد بن محمد بن جابر العاض المري مع اول المراكز. ثاني المراكز وتابع مغادر صاحب ايضا صولات وجولات، هنا من يتواجد بشعار العاض في هذا الشوط في هذا الانطلاق، جابر بن محمد بن جابر العاض المري. ومن الجانب الآخر الله يا هذا التقدم في جميع البرايا، وتابع مشاهدينا الكرام من تسلل بدوره غير الى مقدمه الشوط، مليح 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 انطلق بشعار النعيمي، هنا راشد بن حسن بن محمد الجفال النعيمي من يغير الى مقدمه الشوط. وثاني المراكز الزعفران لسعاده الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن احمد الثاني سالم بن محمد الفيد المري، هنا من يتابع في عمليه التضمير القادم والمنطلق مع ثاني المراكز. مشاهدينا الكرام متابع ثالث المراكز وصل ايضا مغادر هذا الاسم قوي، هذا الاسم ايضا حاضر في هذا الشوط، يتواجد بشعار العاض جابر بن محمد بن جابر العاض المري، هنا من يقدم مغادر مع ثالث المراكز.
اذا مشاهدينا الكرام رابع المراكز وتابع السبع حمد بن محمد بن جابر العاض المري مع رابع المراكز، خامس المراكز هناك الفائز لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن احمد الثاني سالم بن محمد الفهيد المري من يتابع في عملية التضمير. مشاهدينا الكرام اعود الى البداية، الى صراع البداية، الى الانطلاقة الرباعية في هذا الشوط من خلال هذا التواجد. مشاهدينا متابعينا الكرام اعود مع مغادر صاحب هذا الشوط، صاحب ايضا نواميس سابقة هنا على ارضية ميدان الشحانية، يتقدم بشعار العاض في هذا الاسبوع في هذا الشوط. مغادر جابر بن محمد بن جابر العاض المري هنا مع اول المراكز والصدارة والبداية مع مغادر، ثاني المراكز زعفران لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن احمد الثاني سالم بن محمد الفهيدي المري، وثالث المراكز تواجد من مليح راشد بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي، رابع الاسماء وصول من السبع حمد بن محمد بن جابر العاض هنا مع رابع المراكز، خامس المراكز مشاهدينا الكرام وتابع القادم والمنطلق في هذه اللحظات، وصل الفائز لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن احمد الثاني القادم والمنطلق مع خامس المراكز مشاهدينا الكرام. ولكن العودة الى البداية، مغادر مع الصدارة، مغادر مع مقدم الشوط، من يتواجد في البداية والصدارة بشعار العاض. هنا ينطلق مغادر في الشوط الرئيسي الخاص بالزمول، الزمول السودانية، هنا يتواجد مغادر على أول المراكز، جابر بن محمد بن جابر العاض المري هنا مع أول المراكز ينطلق في هذا الشوط. متابعينا مشاهدينا الكرام وصول من الزعفران لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن احمد الثاني سالم بن محمد الفهيد المري من يتابع في عملية التضمير هنا مع ثاني مراكز، ثالث الاسماء يتواجد مليح راشد بن حسن بن محمد النعيمي القادم والمنطلق مشاهدينا الكرام مع ثالث المراكز، رابع الاسماء وتابع القدوم وتابع الوصول، وصل السبع حمد بن محمد بن جابر العاض المري هنا قادم مع السبع هنا على رابع المراكز. عشقها بالصميم يومها خامس المراكز مشاهدينا الكرام، الفائز لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن احمد الثاني بمتابعة سالم بن محمد الفهيدي المري هنا خامسا في هذا الشوط. مشاهدينا الكرام ارى اسماء قادمة مشاهدينا الكرام، ما خلف دائرة النداء يتواجد الراعبي، وصل الراعبي هنا، ووصول ايضا من لطاف، وصلت الاسماء، اسماء قوية مشاهدينا الكرام سوف يكون لها حضور في الكيلومتر الأخير. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى البداية مع المرشح الأقوى في هذا الشوط. مغادر يغادر بالناموس إلى هذه اللحظات هناك بشعار العاض، يتواجد على أول المراكز، ينطلق بالبداية والصدارة. الله يا مغادر هنا جابر بن محمد بن جابر العاض المري، ولكن الخطورة القادمة مشاهدينا الكرام من الزعفران القادم والمنطلق مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن احمد الثاني سالم بن محمد الفهيد المري من يتابع في عملية التضمير. هنا القادم مع ثاني المراكز، ثالث الاسماء مشاهدينا الكرام متابع، وصل الفائز القادم في ثالث المراكز لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن احمد الثاني قادم مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات مع ثالث المراكز، وصل الراعبي لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد الثاني عبد الهادي الحمد بن عبد الهادي بن هليل هنا يتابع في عملية التضمير القادم في هذه اللحظات. وصل أيضا مشاهدين الكرام للطام زيد بن أحمد بن زيد آل زيد الشريف هنا القادم مع خامس المراكز. الله وصلت الأسماء مشاهدين الكرام، الله على هذه الأسماء. ولكن أعود إلى مقدمة الشوط هناك مع مغادر على الصدارة، مغادرا بناموس هذا الشوط، مغادر
ينتظر مع البداية والصدارة. هناك ينطلق وحيدا مشاهدين الكرام على الكادر الأعلى. الله يا العاض، ركز وتابع. وصلت إلى أسماء، وصلت إلى أسماء، وصل أيضا في هذه اللحظات الفائز. الفائز قادم مشاهدين الكرام لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن أحمد آل ثاني. وصل الرعبي، وصل الرعبي متابعين الكرام لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني. ووصل للطام لزيد بن أحمد آل زيد الشريف، وصول من النشمي محمد بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان القادم في هذه اللحظات. تحرك السبع هنا مع هذه اللحظات مشاهدين الكرام. القادم بشعار حمد بن محمد بن جابر العاض المري، ولكن أعود لم غادر، غادر بالناموس، غادر بأيضا هذا الأداء، بالجماهير، بالمتابعين، بأيضا الكادر الأعلى. أم غادر يغادر، يغادر الجميع، ينطلق على مقدمة الشوط. الله يلعاب هنا مع أول المراكز، مع انطلاقة أم غادر. أم غادر مع الناموس، جابر بن محمد بن جابر العاض المري هنا مع أول المراكز. وصل الراعبي، وصل الراعبي مشاهدينا متابعين الكرام، قادم مع ثاني المراكز. احد الاسماء القويه هنا بشعار سعاده الشيخ عبد الله بن علي بن احمد ال ثاني، عبد الهادي بن حمد بن عبد الهادي بن هليل، من يتابع في عمليه التضمير. القادم مع ثاني المراكز، ولكن الناموس، الناموس خلاص غادر مع مغادر. مغادر يغادر، يغادر بهذا الناموس منذ الانطلاقه وهو في الصداره في مقدمه الشوط. الله يلعاب هنا من يقدم شعاره مع انطلاقه مغادر، من يغادر بناموس هذا الشوط مشاهدين الكرام. هنا يكرر أيضا هذا الإنجاز، يكرر هذا الانتصار. مغادر بشعار العاض ينطلق على مقدمة الشوط، ينتزع هذا الناموس، هذا الشعار. الله، مغادر، مغادر مع الناموس، مع الانتصار، مع الحزام الأخضر. مغادر هنا مع هذا الأداء والانفراد على الصدارة. تهانينا والناموس لجابر بن محمد بن جابر عاض المري على هذا الفوز والانتصار بدون أي توامر، بدون أي تعليمات. مغادر مع الناموس، تهانينا والناموس لجابر بن محمد بن جابر العاض المري. لم يذق طعم الهزيمة في هذا الميدان، في هذا الموسم. هنا مغادر يظفر بهذا الناموس المستحق هنا بشعار العاض. تهانينا والناموس لجابر بن محمد بن جابر العاض المري على هذا الفوز والانتصار. انفراد كلي عن بقية المراكز مشاهدينا الكرام، يصل وحيدا في هذا الشوط. ثاني المراكز نتابع، وصل الراعبي لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني. ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من عزام حمد راشد بن حمد المريزيق. ورابع المراكز وصل الفائز، وصل رابعا لسعادة الشيخ سعود بن علي بن عبد العزيز بن أحمد آل ثاني. وخامسا كان التواجد من النشمي محمد بن علي بن جار الله بن ضرمان. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. تابعنا مغادر ولحظة وصوله إلى خط النهاية ب 13 دقيقة 25 ثانية، خمس أجزاء من الثاني. تهانينا وناموس جابر بن محمد بن جابر العاض المري على هذا الفوز والانتصار. ثاني المراكز وصل الراعبي مشاهدينا الكرام، 13 دقيقة توقيته الزمني هنا، مع أيضا لحظات وصوله إلى خط النهاية. متابعينا الكرام الراعبي لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد آل ثاني، 13 دقيقة 38 ثانية، جزئين من الثانية الثانية أيضا لمضمرة ومتابعة عبد الهادي بن حمد وعبد الهادي بن هليل. ثالثا كان الوصول من عزام 13 دقيقة 38 ثانية، 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن حمد المريزيق. تهانينا والناموس للجميع.